على خطى الدفع بعجلة التنمية في البلاد نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2025. تعمل الدولة على تحقيق ركائز خطة التنمية من خلال بناء المشاريع الكبرى لتعزيز دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية. مشروع مبنى المجلس البلدي صرح معماري فريد من نوعه، تم تشييده وإنجازه من خلال كوادر وطنية والمهندسين والمهندسات، وبلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب 18 مليون دينار، فيما بلغت قيمة عقد تأثيث المبنى والنظام السمعي والبصري ما يقارب 3,388,000 دينار. إليكم التفاصيل. بما يقارب 18 مليون دينار تم تشييد وبناء صرح معماري هندسي يضاهي المشاريع الكبرى على مستوى إقليمي. مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد تم تشييده وإنجازه من خلال كوادر كويتية من المهندسين والمهندسات. المبنى تم تصميمه من قبل المكتب العربي للاستشارات الهندسية، وتم تعاقد مع متعهد لتنفيذ المبنى عن طريق بلدية الكويت وجهاز إشراف كامل من بلدية الكويت. مكون المبنى من سردابين وعشر أدوار بمساحة إجمالية 77,000 متر مربع تقريبا. يحتوي على مبنى للأمانة العامة للمجلس البلدي، وكذلك مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة العامة. المبنى هو مصمم أو يحتوي على جميع ما يخدم الأمانة العامة للمجلس البلدي من قاعات اجتماعات وقاعة اجتماعات رئيسية، وكذلك مكاتب للأعضاء، ويوجد مكتبة عامة أيضا، ونظام أرشيف حديث، وكذلك نظام سمعي وبصري كامل لتوثيق محاضر اجتماعات الجلسات واللجان. المبنى تقريبا كلف كامل المشروع 18 مليون دينار كويتي، وكذلك إضافة إلى عقد لتأثيث المبنى والنظام الأوديو فيجوال السمعي والبصري بتكلفة 3,388,000. بين منطقة الصفا وشارع فهد السالم في حي القبلة بمدينة الكويت يقع مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد بمساحة كلية للمبنى تقريبا 77,600 متر مربع، ويتكون من المقر الرئيسي للمجلس ومبنى آخر يتكون من 10 طوابق لمكاتب الموظفين وغرف الاجتماعات والعرض ودور أرضي وسردابين بمساحة 7,750 متر مربع. ويشمل أيضا مبنى لمواقف السيارات يتكون من 6 طوابق بمساحة 6,000 متر مربع. المشروع عندنا يتكون من كتلتين يطلون على شارع الصالحية وشارع عبد الله سالم. أول كتلة تتميز بمكاتب الأعضاء الخاصين بالمجلس البلدي والقاعة الرئيسية والقاعة الفرعية، وعندنا حديقة تطل على برج التحرير وساحة الصفات. عندنا بالكتلة الثانية مكاتب الموظفين لأعضاء المجلس البلدي ومكتبة وأرشيف ومكاتب خدمة مواطن. تم تصميم هذا المبنى بمناور مختلفة من بداية المدخل الرئيسي إلى نهاية المبنى، وهي عبارة عن مناور توصل الضوء إلى جميع المكاتب في خلال المبنى. ويبلغ عقد تأثيث المبنى بالإضافة إلى النظام السمعي والبصري بما يقارب 3,388,000 دينار. فبناء هذا المشروع يؤكد على مدى أهمية المجلس البلدي كمؤسسة حيوية لها دورها الفعال في المجتمع الكويتي، لا سيما في الجانب الاقتصادي. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.